سيادة القبطان، نجم الدراما العربية. أكيد ما ترغيش كتير، كل واحدة تقعد معها 10 دقايق وبعدين تقول لها سوري أنا عندي تصوير، أوكي؟ وبعدين أنا هجيلها وأقول لها أنا هزبط لك مع معاد تاني، وما تجيش إلا لما أشاور لك على اللي بعدها. خلاص يا نجوى فهمت. وما تسألش على الخلفة. قولي لي مين أكتر ممثل هانسون بتحبيه؟ عمرو يوسف. عمرو يوسف؟ نكست. لو رجعتلك بالليل البيت ومعايا واحدة هتعملي ايه؟ بتخوني يعني؟ ليه الظن السيء ده؟ ليه ما تقوليش انها صديقة، زميلة، عشيقة؟ اكتر عدو المرأة هو المرأة للأسف. نكست. لو انا معاكي على الشاطئ وقلتلك انا اول مرة اخد بالي ان في قمرين طالعين مع بعض هتقولي لي ايه؟ هقولك ميرسي. ميرسي ايه يا ماما؟ انا قصدي انه انا القمر التاني. نكست. يلا يا نجوى انا زهقت. وان مور. ماجد دلوقتي في أسوأ موقف في حياته، إن في واحدة شايفة إن في حد تاني أحلى منه وعايزاه يظبطها معاه. تراريس مشدودة والعضلة مفرودة ما شاء الله. أنت مبلك ولا مشارخ؟ يا ماجد فيه؟ لا أنا قصدي يعني تصدق إن أنا أول مرة أخد بالي إن أنت هانسن قوي. احنا ازاي ما بقيناش صحاب؟ بص يا ماجد انا بحترم كل الناس بس في الحته دي بصراحه لا. انا قصدي يعني احنا الاثنين امارات زي بعض، ازاي ما هنجناش اوت؟ فاهمني؟ هو في ايه يا ماجد بالظبط؟ في ايه يا شادي مالك؟ احنا رجاله زي بعض في ايه؟ ايوه المشكله انها بتبتدي كده دايما. عندك حق. طب بص انا هجيبها لك من الاخر يا شادي. هنسمتك دي انا عايز استخدمها لنجوميتي. سيد ماجد. أيوة. احنا جاهزين ومستنيين حضرتك. جاي حالا. طب انا هضطر امشي دلوقتي عشان عندي مشهد خطر جدا. خطر؟ خطر ازاي يا ماجد؟ لا هعمل باك سمن سولت وهنط من مكان عالي جدا. لا لا يا ماجد ارجوك ما تعملش كده، اخاف عليك. هتنط من مكان عالي جدا انت ازاي؟ لا ما هو مش انا يعني اللي هنط، هو في دوبلير هينط. بس الدوبلير اللي جبناه المره اللي فاتت لما نط وقع كسر رجليه الاثنين وبندور على صباعه كبير دلوقتي. فالدوبلير بتاع النهارده انا خايف ممكن يبوظ الشوط. يعني انت اصلا خايف على الشوط مش امال المفروض اقلق على ايه؟ ما مش شغلي. لا اذا كان كده بقى يا ماجد ربنا يوفقك، ربنا معاك، بس عايزك في الشوط ده تبقى اسد غضنفر والدوبلير بينط. دول يا بنات ربنا معاك. لا أنا جاهز يا أولاد. ده عشان الحرب. حلو ده. بينا. جاي لك يا نجمنا الغالي. دلوقتي قمر الزمان هيحارب المغول بده. هيعلن عن بسكويت في نفس الوقت ازاي؟ والله يا أستاذ ماجد أنا حيلا المخرج والمؤلف، المنتجة هي اللي عايزة كده. طب خلاص أنا هتصرف. And action. لازم احذر قطز ان التتار داخلين. يا اهل مصر اسمعوا حكايتي، حكايه بسكويت كيكو. بسكويت كيكو الطاقه يديكو ومن المغول يحميكو. ايوه. ايه ده؟ ايه اللي موقف فرح مع الواد ده؟ ما أنا لسه كنت جاية لك في الكلام، بس يعني مش عارفة أجيبها لك إزاي. بس هو يعني والله أعلم، أنا بخمن حقيقي، مش يعني الله أعلم. من الواضح يعني إن فروحة معجبة بإياد. فرح تبص للجربوع ده. ودي صوتك يا ماجد مش كده. فرح تعجب بالجربوع ده. أيوه أمال يعني أنت فاكر فرح بتحضر الجزء الجديد بتاع لهيب القبطان كتير ليه؟ مش تفكر كده شيء؟ لا ده كده كتير قوي. ده هو مش عايز يخطف مني الأضواء وبس، ده كمان عايز يخطف مني بنتي. مش كده يا سيادة القرصان، بقالي سنين أصلا على كده يعني. هيفرق معاكي قوي. فرح عايزك. في إيه يا ماجد؟ تاني واحدة. طيب بتكلم. فرح عايزك. حاضر سيادة، أنا جاية لك تاني. إيد شيك هانس. لا أنا مش همد إيد أنا. معلش عشان خاطري يا بابا، هو اعتذر خلاص. أطولك يا روح. أنا هسامحك بس. أيوة.
ايوه عشان انت اعتذرت. طيب ماشي. وعشان ابين لك قد ايه ان انا قلبي اكبر من قلبك. عظيم، برافو. وهتشيك هاند مين ده؟